اللي تحب انك انت تشوفه في ماتشين الاتحاد والبلديه قبل ما تروح للترجي في تونس؟ عوده المصابين. عوده المصابين طبعا، لان كل واحد منهم قيمه على الرغم مكان. ان الاهلي يعني كانت قائمه المصابين فيه اكتر من كده، وكانت اسماء ليها تاثيرها، ورغم كده ما حسيناش ب بالظبط ان في اوراق مهمه غابت على الاهلي. يعني غاب الشناوي وهو في عز تالقه، غاب ياسر وهو في اعلى مستوياته، غاب مروان وكان هو مسمار خط النص، غاب امام وهو كان واحد من اهم مفاتيح اللعب، كهربا نفس الكلام بالظبط، وغاب معاهم اسماء تانية كتير، ورغم كده قدرت تكمل مشواره وقدرت توصل لنهائي دوري الابطال. فاصل الغيابات حتى لما كانت اكتر من كده ما حسيتش ان في دروب في مستوى النادي الاهلي، ودي حقيقة. على الاقل على مستوى النتائج ودي حقيقة احمد، واحنا شفناها. يعني الراجل بيعمل حاجة جميلة جدا في شغله، حتة التدوير والتجهيز. يعني فرصة ان احنا في الاربع مباريات دول انه يدور الفرقة ويجهز الفرقة ويريح بعض اللاعبين، فدي برضك من ضمن واضافة بعض اللعيبة المصابين اللي راجعين اللي عايزين نطمن عليهم. انها معلومات يعني ياسر مثلا، ياسر الحمد لله دلوقتي تمام، يعني الجهاز الطبي قال لك ياسر جاهز انه يخش تدريبات جماعية وجاهز تحت امر الجهاز الفني. هل في فرصة لياسر انه يتجهز لماتشات دوري الابطال نهائي، ولا مجازفه انك تدخل ياسر في ال 180 دقيقه اللي جايين؟ شايف ازاي كمان عوده متولي في المباراه الاخيره امام الجونه، اعتقد اضافه مع ربيعه وعبد المنعم. بالظبط، يعني ياسر عودته هتبقى زي متولي كده، يعني الراجل زي ما ادى متولي جزء ثم جزء ثم مباراه كامله، هو ده التجهيز الصح. اللي بيشارك فيه كمان راجل معد الاحمال، الراجل ده له دور كبير جدا مع مستر كولر في الحاجات دي بالذات، يعني في حته الاصابه، الراجل ده يقدر يبدا امتى، والراجل ده يلعب كام دقيقه، والراجل ده يخش امتى، والراجل ده يطلع امتى، والراجل ده نريحه ازاي. بفتكره عن ياسر دايما في اصاباته كمان، يعني ودي حاجه اكتر بتميز ياسر ابراهيم جدا الحقيقه. ياسر من اللعيبه اللي لما بيرجع من اصابه بتحس بقى انه كان انه كان بعيد، يعني بتحسش انه بعيد بالظبط. يعني ودي نتيجه خبره ياسر والنضج اللي بقى عليه وعدد المباريات اللي لعبها، اذا كانت دوليه او لو افريقيه. الاربعه توب فورم يا كابتن ماهر، انت تختار مين؟ ده يعني ده تحير. تختار الاكثر انسجاما، تختار اللي لعب بشكل اساسي الفتره الاخيره، ولا تختار اصحاب الخبرات في الماتشات الثقيله دي اللي لعبوا نهائي افريقيا كذا مره، عارفين يلعبوا مع شمال افريقيا؟ يعني التوليفه بتاعت اختيار والله يا احمد، كابتن انت زي ما ذكرت كده، اختار يعني النقط اللي انت ذكرتها، اختار الخبره، التجانس، اكثر اللعيبه احتكاكا بالمباريات ديت، اكثر اللعيبه اللي ليها تواجد بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت. والحمد لله رب العالمين ان هم المنتاليتي والعقليه بتاعت لعبتنا بداوا يعرفوا بعض، بداوا يحسوا ببعض، وبقى في منافسه شريفه في اوضه اللبس. هم الاربعه الحقيقه كمان اعتقد كلهم لعبوا جنب بعض، كلهم يعني لعبوا جنب بعض، متولي ومنعم قعدوا فتره مع بعض. بالظبط، منعم وياسر قعدوا فتره مع بعض، ورامي ومنعم ورامي وياسر ورامي ومتولي. يعني صحيح. بصراحه ال 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 الاربع لعيبه اللي في المكان ده، وزي ما قلت لك احمد في كذا حلقه، ان المكان ده مكان صعب جدا ومكان عليه مشقه.